يا كيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هناخد مع بعض رقم جديد، بس هنراجع الاول. هنلعب مع بعض لعبه صغنطوطه خالص في السؤال اللي جاي. ارسم حسب العدد. هنعمل ايه؟ هنرسم على حسب العدد اللي هو ايه جايبه لي في السؤال. هنا جايب لي رقم 12، جايب لي رقم كام؟ 12. شايفين يا كيجي البالونة الجميلة دي؟ أنا هرسم فيها أي حاجة أنا بحبها. هرسم مثلا 12 وردة، 12 مثلث. يلا نعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. أول لما أوصل عند الرقم اللي هو جايبهولي مرسمش حاجة تانية خالص. طيب هو هنا جايب لي كام؟ جايب لي رقم 9. جايب لي رقم كام؟ 9. هرسم له أي حاجة أنا بحبها لغاية لما أوصل لرقم 9. يلا نعد مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أنا وصلت لغاية رقم 9، مرسمش حاجة تانية بعديه خالص يا كيجي. طيب هو هنا فاضل طالب مني رقم كام؟ 11. هرسم له مثلا 11 ورقة شجر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. أول لما أوصل لرقم 11 مرسمش حاجة تانية خالص. طيب هو هنا طالب مني إيه؟ أرسم له 8 لغاية رقم 8 بس. هرسم مثلا 8 وردات. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لا يا ميس، احنا قلنا لغاية رقم 8 بس. يلا نعد تاني. 1 2 3 4 5 6 7 8. برافو عليكم. النهارده هناخد رقم جديد خالص اسمه ايه؟ رقم 28. رقم 28. 8 انا نطقت ايه الاول؟ ال 8. يبقى هي لازم اكتبها الاول. بس قبل ما نكتب ال 28 يا كيجي هنعد مع بعض ورق الشجر ده بسرعه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20. 21 22 23 24 25 26 27 28. يبقى الرقم اللي احنا هناخده النهارده يا كيجي اسمه 28. اسمه ايه؟ 28. 8 الجميله بتاعتي قدامها 2. ينفع اكتب الاثنين الاول يا كيجي؟ لا، لازم اكتب ال 8 الاول عشان هي اللي انا نطقتها الاول وبعدين الاثنين. يعني ما ينفعش اما اقول لك اكتب 28 تكتب الاثنين الاول، كده يبقى انا كده ايه؟ بكتب غلط. 8 الأول وبعدين الاتنين. يبقى خدنا رقم كام؟ 28. خدنا كام؟ 28. يلا نلعب مع بعض لعبة بق السمكة. هنفتح بق السمكة على الرقم الكبير، بس السمكة بتعيط وبتكشر وبتقفل بقها وبتعمل علامة يساوي لما تلاقي الرقمين شبه بعض. هنا عندي مين؟ 12 وهنا 12. يبقى السمكة هتقفل بقها وتكشر وتعمل علامة اليساوي بتاعتها.
طيب هنا عندي مين الكبير، الخمسة ولا التسعة؟ أكيد يا ميس التسعة. يبقى السمكة هتفتح بقها وتاكل الرقم الكبير اللي هو التسعة. طيب أنا عندي هنا رقم عشرة ورقم ستة، يا ترى مين الكبير؟ العشرة أكبر ولا الستة؟ الستة أصغر من العشرة، برافو عليكم. يبقى العشرة هي السمكة هتفتح بقها وتاكلها على طول. طيب أنا عندي رقم أربعة، رقم أربعة، الرقمين دول يا كيجي شبه بعض، السمكة أول لما بتشوفهم بتزعل خالص، تقفل بقها وتكشر وتعيط، تعمل علامة اليساوي بتاعتها. يا ترى مين الكبير؟ التمانية ولا التلتاشر؟ التلتاشر أكبر من التمانية، برافو. يبقى السمكة هتفتح بقها وتاكل التلتاشر على طول. هنحل مع بعض يا كيجي سؤال الجمع، وهتحلوا مع ماما في الكتاب في البيت. أجمع أجمع يعني أزود، أجمع أجمع يعني أزود. يلا نقرأ المسألة مع بعض. اتنين زائد اتنين يساوي، هنحط الاتنين الأولانية دي في مخنا وهنقفل عليها بمفتاح جامد، وهنطلع اتنين على ايدينا ونعد بعد الرقم الأولاني، بعد الاتنين تلاتة، بعد التلاتة أربعة. يلا نحل المسألة اللي بعديها يا كيجي. خمسة زائد خمسة يساوي، الخمسة الكبيرة دي في مخي واقفل عليها جامد، طلعي الواحد على ايدي، بعد الخمسة ستة، برافو يا كيجي. ستة زائد تلاتة يساوي، هحط الستة الجميلة الكبيرة دي في مخي واقفل عليها جامد بالمفتاح، واطلع التلاتة على ايدي واعد، بعد الستة سبعة، بعد السبعة تمانية، بعد تمانية تسعة. تمانية زائد اتنين يساوي، تمانية زائد اتنين يساوي، احط التمانية الكبيرة دي في مخي كيجي واقفل عليها جامد بالمفتاح، واطلع الاتنين الصغنونة على ايديا وابدأ اعد بعد الرقم الكبير، بعد التمانية تسعة، بعد التسعة عشرة، صفر زغنطوط وراها واحد مظبوط. بعد هنحل يا كيجي مع بعض المسألة اللي جاية. تسعة زائد اتنين، هي دي اتنين يا ميس؟ لا دي واحد، برافو عليكو. تسعة زائد واحد يساوي، هحط الكبيرة مين؟ يا ترى الكبيرة هي رقم واحد؟ لا الكبير هو رقم تسعة، هحطه في مخي واقفل عليه جامد بالمفتاح، واطلع الصغنطوط اللي هو الواحد على ايدي، وابدأ اعد بعد الكبير، بعد التسعة عشرة. برافو عليكم يا كيجي. يبقى النهاردة اخدنا رقم ايه؟ اخدنا رقم 28. اخدنا رقم كام؟ 28. 8 وقدامها 2، لازم اكتب ال 8 الاول وقدامها ال 2. برافو عليكم يا كيجي، اشوفكم بكره على خير، باي باي.